اخير يا استاذ عصام، اهلا بحضرتك وكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا. الحقيقه يمكن قبل ما اتكلم على مشوار الاهلي، يمكن كبوه المارد الاحمر في لقاء القمه حطت قدامنا احنا بشكل مباشر كتير من علامات الاستفهام، ويبدو احنا يمكن اتكلمنا على ده في حلقه السادسه امبارح، انه في حمله ممنهجه هدفها تشويه النادي الاهلي وتعطيل مسيره النادي الاهلي بشكل كبير. هل ده بالنسبة لك مبرر؟ هل ده بالنسبة لك تشوفه شيء منطقي؟ طبعا لا منطقي ولا مبرر، لكن انت قلت حاجة مهمة. المسألة تخطت فكرة الإعاقة، وانك انت تعمل حتى لا يصل الآخر يعني لخط النهاية، يا ريت بجهد وبتحاول تجري معاه السبق، لكن بتحاول تعيقه، يعني تنصر بعض الأشياء في الطريق تكون بتشكل مطبات أو شيء من هذا القبيل. يعني الموضوع على فكرة أكبر من كده، وقال العجب أن أنت قلت أنه لابد أن يكون هناك مساهمات من كل الجهات لرفعة شأن الصناعة دي. وأنا دايما بقعد أكرر وأقول الصناعة دي، لأنه واضح جدا أن هناك ما هو ممنهج، إنما الأهلي دائما أكبر من فكرة الكلام عن مؤامرة وكذا، أو حتى عن انكسار في مباراة قمة. هي ديربي، هي كلاسيكو، طبعا لها فرحة خاصة، محدش يقدر يقلل من ده ويقول منها مباراة بثلاث نقاط،